اليسار، ضاعت مرة أخرى، شاد لأيمن يسترجعها، يلعبها مع خضير سفيان، راحت الكرة دائما لأصحاب الأرض، التقدم دائما مع طلة، عنده الكرة لصالح فريق مولودية البيض، هنا البحث عن العرضية ولكن الإبعاد من الدفاع، الإبعاد من الدفاع إلى الركنية لمولودية البيض، راحت هذه الكرة ركنية أولى لمولودية البيض مع هذه اللحظات الأولى والعشر دقائق الأولى. المحاولة كانت من بن خيرة ناجي، كرة راحت إلى الركنية لصالح أصحاب الأرض، الركنية دائما لفريق مولودية البيض. هل ستأتي بالجديد هذه الكرة والركنية الأولى لمولودية البيض في المباراة؟ دفاعات فريق مولودية طهران هو من أفضل الدفاعات في البطولة لحد الآن، ولكن تلقى كل الأهداف خارج الديار. هنا التسديد وفرصة هدف أول ضاعت، فرصة هدف أول تضيع على مولودية البيض، ويقول حكم المباراة خطأ على حارس. كرة لصالح فريق مولودية طهران، هنا الانطلاقة طلبها أيمن شاتلي، ياسر بالعريبي ما وصلتلوش على الجهة اليسرى، كرة لصالح مولودية طهران ولكن لم يلحق عليها حمزة باللحول أو فغلول السنوسي. حكم المباراة هل يعود إلى الخطأ بالنسبة لفريق مولودية طهران؟ التدخل هنا كان على أيمن شاتلي، فغلول السنوسي ما لحقش عليها، حكم المباراة فعلا يقول مخالفة للمولودية الوهرانية. كانت هجمة سريعة من جانب فريق مولودية طهران، المخالفة لمولودية طهران. نعماني هنا في التسديد، تضرب الكرة في الجدار البشري وتعود مرة أخرى لمولودية طهران، خروج سريع والضغط على حامل الكرة من عناصر مولودية البيض على دفاع فريق مولودية طهران. كرة طويلة نحو مراد بن عياد، راحت إلى رمية التماس، وليد علاتي في تنفيذ هذه المخالفة لفريق مولودية البيض. كرة طويلة، البحث عن مهدي حيتالة، بالرأس نعماني خرجها، تعود الكرة دائما لأصحاب الأرض، الانطلاقة وليد علاتي يطلبها على جهة اليمين، الله يفضل من هناك على الجهة اليسار، جول 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 جول. اهتزت الشباك، اهتزت الشباك وتغيرت النتيجة وتحركت المدرجات، فرسان الهضاب يعلنون عن التقدم والأسبقية، يغيرون ملامح المباراة بالهدف الأول، 1-0 لمولودية البيض أمام فريق مولودية طهران. حطها له باس بالمقاس من مروان بن زيد، عبد الإله بركات يحطها بالراس بضربة راس صعبة للحراس، يسجل الهدف الأول لفريق مولودية البيض. كرة تروح على اليسار من هناك دائما مع إزماني، طلبها بن علي، تبقى الكرة دائما في الخط الخلفي لمولودية طهران، منقولة الكرة دائما أمامية ولكن تروح سهلة لدفاع فريق مولودية البيض. مولودية البيض بثلاثة انتصارات هذا الموسم كلها جاءت داخل الديار، لم ينهزم لحد الآن أشبال المدرب شريف حجار ما عدا التعثرين كان أمام نادي بارادو وشبيبة القبائل هنا، حيث فرض عليهم التعادل من هذان الفريقين. كرة في وسط الميدان لفريق مولودية طهران، مراد بن عياد، كرة طويلة لبالقاسم يضادان الحق عليها وجابها على الجهة اليمنى، كرة خطيرة لفريق مولودية طهران، ياسر بالعريبي هل سيسدد أم يراوغ؟ ياسر بالعريبي التسديد، جول 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 جول. هدف التعادل لفريق مولودية طهران، التعادل لفريق مولودية طهران، تهتز شباك أهل الدار وبالواحد واحد يعود الزوار، 1-1 في النتيجة. ياسر بالعريبي بتسديدة بقدمه اليمنى يسجل هدف التعادل، حطها بقدمه اليمين وسجل هدف ثمين لفريق مولودية طهران الحمراوة وفرحتهم على المدرجة. ياسر بالعريبي، شوف هنا الإعادة، هنا الريبلاي بقدمه اليمين يسجل هدف ثمين، 1-1 في النتيجة، هدف لمثله في هذه المباراة. الضغط متواصل
من عناصر مولودية البيض. المحاولات مستمرة، وكرة أخرى وعرضية تأتي، ولكن الدفاع في الإبعاد. كرة أخرى لمولودية البيض، المراوغة، التسديدة، ولكن كرة إلى 5 متر و50، إلى 5 متر و50، ربع ساعة يفصلنا عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المواجهة. دائما هدف مقابل هدف. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية المباراة. مباراة كانت شيقة في الكثير من مراحلها، كانت جميلة في الكثير من أطوارها. شاهدنا هدفين من المولوديتين، مولودية البيض ومولودية طهران. مباراة في روح رياضية عالية، جماهير مولودية البيض اليوم كانت داعمة ومساندة ومؤازرة لفريقها، ولكن الصعوبة تكمن في فريق جاء ليواصل سلسلة النتائج الإيجابية، فريق مولودية طهران. الكرة لصالح مولودية البيض، آخر المحاولات، آخر الفرص. راحت سهلة لصوفي كمال في أول مباراة تجمعهما في التاريخ الدرجة الأولى. المولوديتان المتواجدتان بالمنطقة الغربية للبلاد، واحدة في الجنوب وأخرى في الشمال، ولكن التعادل يبقى هدف مقابل هدف، ويبقى التعادل، وتنزل صافرة النهاية من الحكم بوسليماني حمزة لتنهي هذا الحوار الكروي.